إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألها، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فلنتق الله عز وجل جميعنا حق التقوى، ولنعلم أن أجسادنا النحيلة الضعيفة على نار الله جل وعلا لا تقوى، والله لا تقوى لا تقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عن ماذا تظنون أني محدثكم يا أيها الناس؟ سأحدثكم عن رجل لا كالرجال، سأحدثكم عن رجل أحبه كل شيء، أحب هذا الرجل كل شيء، الأحجار والأشجار، حتى يا عباد الله الأغصان، الأشجار والجمادات اعترفت بحبه وبنبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي بلغ عند ربه مبلغًا لم يبلغه أحد قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. كيف لا أتحدث عنه وكيف لا أصفه في هذا اليوم المبارك؟ ونبي الله هو حبيبي وقدوتي صلى الله عليه وسلم، هو خير من صلى وصام، هو وخير من عبد الله في الأسحار، هو خير من قرأ القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام وقام القيام، هو الذي قام ليلة كاملة يدعو الله ذي العز يدعو الله الكبير المتعال بعد أن رفع يدي العز والافتقار أو الذل والافتقار، يدعو الله ليلة كاملة يبكي من أجلي ومن أجلك، حتى أن الله أنزل جبرائيل الروح الأمين يسأله: ما الذي يبكيك يا محمد؟ قال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، أمتي، هذا حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحب حبيبي مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيال منك في الكاس، فدته روحي وأمي وأبي وعيالي وزوجي وأولادي، وكل ما أملك فداه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعنوانها معجزات حبيب رب الأرض والسماوات. والله ستتمتعون بإذن الله في هذا اليوم. سأحدثكم عن الأحجار والأشجار، عن الطيور وعن البحار، عن كل شيء شهد بنبوته وبحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما رأيته وما اكتحلت عيناي برؤيته صلى الله عليه وسلم، ولكن أرجو الله وإياكم ألا يحرمنا أن نراه في الجنان. إنه على كل شيء قدير. ولد الهدى بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. نعم،
ولد الهدى بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. أعظم معجزة جعلها الله له ولم يجعلها لغيره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لم يجعلها الله لأحد، لا نبي ولا مرسل، وإنما جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. أليس هو حبيب رب العالمين؟ أليس هو سيد الأنبياء والمرسلين؟ أليس هو قائد الغر المحجلين؟ صلوات ربي على الوفي الأمين. معجزات سيدنا صلى الله عليه وسلم غرر ودرر، ودلائل على نبوته، وبراهين على صدقه، وهو أكثر الأنبياء معجزة، وأبهرهم آية، وأظهرهم برهان، وأعظمها القرآن. أعجز الله العرب الذين يفتخرون بفصاحتهم، ويفتخرون يا عباد الله ببلاغتهم، من الإتيان بمثله. ولما سمع الوليد آية من الكتاب من فمه صلى الله عليه وسلم، أو بضع آيات، قال، ولما سمع قول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر. سبحان الله، ما يقول هذا بشر. ولما سمع الأعرابي قول الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، سجد الأعرابي. فلما سئل عن سبب سجوده قال: سجدت لفصاحته، سجدت لفصاحته، لفصاحة القرآن الذي أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم سأبحر بكم على سفينته، سأبحر بكم على سفينته، سنجدف يا عباد الله أنا وأنتم على عظيم رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انشق له القمر، وسلم عليه الحجر، وسعى إليه الجذع صلى الله عليه وسلم. الطعام سبح بين يديه، والشجر يا عباد الله أتى إليه، والجمل شكى إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوق ذلك لا يتبع ولا يصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا لله، يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. أحذر له وضوءه، أحذر له لعنه، وألبسه إياها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليه الله ثم سلم، ما دامت الأرض وما دام السماء. القمر الذي تروه في السماء انشق للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قمر ينشق، نعم إي وربي، حتى صار فلقتين، أي قسمين، هذا على جبل وذاك على جبل. صلوا عليه وسلموا تسليما. روى الإمام أحمد في المسند ومسلم والبخاري أن أهل مكة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، مساكين أهل مكة، يا أهل الهدى والنور والبرهان والتبيان، جاءهم الذين نتمنى أن تكتحل عينانا برؤيا عينه ولو في المنام. إيه والله، أشتاق لرؤيته في المنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ترتاح الروح بذكري، تطمئن الأنفس بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل مكة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية، فأراهم القمر، فدعا الله، تمتم بكلمات، أو دعا صلى الله عليه وسلم، وهم والله يرونه، والله يرون القمر كالبدر ليلة التمام. فرفع كفه إلى الله صلى الله عليه وسلم، ودعا الله أن يشق له القمر، فانشق لنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القمر، حتى صار القمر فلقتين قسمين. دعا الله فانشق القمر، حتى قال الله: اقتربت الساعة وانشق القمر
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. القمر ينشق أمام الأعين وهذا سحر، متى سيصدق بمحمد؟ أحببناه ولم نره، صدقناه ولم تكتحل عيننا برؤياه صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا رأيناه؟ فأراهم القمر شقين. قال مطعم: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد. وأنزل الله مصداقا لقوله: انشقت الساعة أو اقتربت الساعة وانشق القمر. نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أصحاب المدينة أصابهم قحط شديد، فنزل رجل أو فدخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب صلى الله عليه وسلم، فدخل الرجل وقال والنبي يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا أن يغيثنا. فرفع النبي وهو يخطب يده وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. ماذا فعل الله بدعائه؟ يحب ربه جل الله، يحب ربه جل جلاله ويعطيه ما يريد صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. يقول أنس: والله اطلعت إلى السماء، والله ما فيها إلا قزعة، شمس حارة، يقول، فإذا بغيم وسحاب كبيرة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، والله ما رأينا الشمس ستا أسبوعا كامل. والنبي يدعو فإذا بالغمامة توسطت وأخذت تنهمل بمائها حتى غابت الشمس عن المدينة ستة أيام أسبوعا كاملا. ثم دخل الرجل بعد انقضاء الأسبوع في الجمعة المقبلة، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي من شدة الماء وغزارته، ادعوا الله أن يمسكها علينا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والجبال ومنابت الشجر. يقول أنس: فانقطع المطر وخرجنا نمشي في الشمس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الماء ثم قال: حي على الطهور المباركة، والبركة من الله. يقول أنس: فلقد رأيت الماء، أو ابن مسعود يقول: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يرفعه إلى فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأخذ الأكل من أجل أن يمضغ أو يأكله، فإذا بالأكل يسبح بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الشجر عليه. روى الإمام الترمذي في سننه أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا يا عباد الله؟ حجر يسلم وجدع يتكلم ويئن لفراقه عليه الصلاة والسلام. أسكننا الجنان معه ولا تحرمنا معيته إنك على كل شيء قدير. فورانا الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. في الحديثين عن جابر، في الصحيحين عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بين يديه ركوتين يتوضأ فيها، وجهش الناس إليه نحوه فقال: ما لكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ما عندنا ما نتوضأ به إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا كلنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا والله لو كنا ألفا لكفانا الماء، والله لو كنا ألفا لكفانا الماء، كنا 15,000 رجل. فأسأل الله أن يحييني على سنته وإياكم، وأن نمت على وأن نموت على هديه صلى الله عليه وسلم. شهود الشجر بنبوته صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا قال له النبي: أين تريد؟ يسأله النبي، قال: أريد إلى أهلي. قال: هل لك في خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد عبده ورسوله. قال: ومن شاهد على ما تقول؟ ما هو الدليل على أنك نبي الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة على شاطئ الواد، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخط الأرض خدا، تخد الأرض خدا، أي تأتي مسرعة تسعى إلى النبي، لا تريد أن تتأخر عليه إكراما واحتراما له صلى الله عليه وسلم. قال: تخد الأرض خدا، تأتي مسرعة حتى جاءت بين يديه فاستشهدها ثلاثا. قال: أتشهدي أني عبد الله ورسوله؟ شجر يا إخوان يتكلم ويأتمر بأمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمعوا يا يهود، واسمعوا يا نصارى، واسمعوا يا من كفرتم به وسببتموه صلى الله عليه وسلم، وكتبتم عليه التصاوير وشبهتموه بما لم يشبه. محمد ليس كمثله شيء، محمد لا كالأنبياء والرسل، محمد نعم بشر، ولكن يا عباد الله، كم من البشر محمد صلى الله عليه وسلم نحبه ونجله ونجعله على الرأس عليه الصلاة والسلام، ولا نرضى بسبه، ولا نرضى بشتمه، ولا نرضى بإهانته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله كل من تجرأ على محمد بسب أو شتم أن يقطع الله له اللسان، وأن يشل منه الأركان، وأن يجعله عبرة لمن يعتبر. هذا نبينا فلن يشاركنا فيه أحد، هذا حبيبنا لن نرضى لأحد أن يسبه، يهوديا كان أو نصراني، رافضا شيعي. ألا لعنة الله على كل من سب محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع، قال: تشهدي أني عبد الله ورسوله؟ قال: نعم، أشهد أنك عبد الله ورسوله. اشهدوا، اشهدوا أنه عبد الله ورسوله، وأقرب الأنبياء إليه هو حبيبه، واتخذه الله حبيبا صلى الله عليه وسلم. قال: تشهدي أني رسول الله؟ قالت: نعم. فما كان من الأعراب إلا أن قال بعد أن سمع الكلام، ثم عادت الشجرة إلى مكانها كأنها لم تخرج، ثم رجعت إلى منبتها، ورجع الأعراب إلى قومه وقال للنبي، يقول للنبي: إن يتبعوني آتيك بهم. ما اكتفى بنفسه، آمن الرجل بعد أن سمع، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بعد هذا ما يكون، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ثم قال: إن يتبعوني آتيك بهم، وإلا رجعت إليك فكنت معك أينما كنت. صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام الطبراني. يا عباد الله، هذا نبيكم، هذا قائدكم، هذا أسوتكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم
واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأصلي وأسلم على نبي محمد الداعي إلى دار رضوانه. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل شرف الإنسان يوم اختار من كل البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز، فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها. انظروا كيف بلغ بهم الشوق لرؤية نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول ثابت البناني لأنس، أنس كان خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول ثابت البناني: يا أنس، أنس، يا أنس، اعطني عينيك أقبلهما لأنهما أبصرتا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رد عين بعد خروجها وسقوط العين على الوجنح، أصيب قتادة بن النعمان في عينه في غزوة أحد، خرجت عينه حتى سقطت وتجلت على وجنته، فأخذها صلى الله عليه وسلم ثم سمى الله ورد مكان عين قتادة إلى مكانها. يقول: والله عادت عيني أجمل مما كانت، وما أدري أيهما أصابت، اليمنى أو اليسرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرجت عينه ثم أخذها وردها كأن العين ما خرجت وما تدلت، صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا هو، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، عبده ورسوله. حتى الأسود، حتى الأسود، ما قصتها؟ مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب في سفينة، كما روى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، قال: إن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأت الجيش بأرض الشام، بأرض الروم، فانطلقت هاربا أتلمس الجيش. دخل في غابة وهو هارب يبحث عن جيش، قال: يتلمس الجيش، فإذا هو بأسد يمشي، قابله أسد، نعم أسد، أسد، قابله أسد يا عباد الله، فتسمر الرجل في مكانه، سيموت لا محالة، سيصير بإذن الله من الميتين. قال: فإذا هو بأسد، فقال لها الرجل: يا أبا الحارث، الأسد يلقب أبا الحارث كما أن البحر يلقب بأبا خالد، قال: يا أبا الحارث، يكلم الأسد: إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: انتبه، إياك أن تأكلني، أنا مولى النبي عليه الصلاة والسلام. ذاهبين، وأخذ يحكي له القصة: كنا في سفينة وأضعت السفينة، فأقبل الأسد يبصبصه يشمه، ثم أركبه الأسد على ظهره، ثم أخذ يمشي به الأسد حتى أوصله إلى السفينة. لا إله إلا الله. لما قال له: أنا مولى رسول الله، اللهم صل عليه، قال له: قال له: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل الأسد يبصبصه، ثم أخذ يقول له: كان من أمري كيت وكيت. فأقامه إلى جنبه ولم ينتهي إليه حتى أبلغه الجيش. قال: ثم همهم الأسد ساعة، قال: فرأيت أنه يودعني صلى الله عليه وسلم، حتى الغزالة أوفت بعهده صلى الله عليه وسلم. روى أبو نعيم
الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة عن قصة غزالة قال ثابت البناني عن أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ضبية فشدوها على عمود في اصطاد، فقالت يا رسول الله، الغزالة تكلمه، فقالت يا رسول الله إني أخذت ولي خشفان، أي صغيران، قالت إني أخذت ولي خشفان فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم يا رسول الله. قال النبي: أين صاحب هذه، أي الغزالة؟ فقال القوم: نحن يا رسول الله. قال: خلوا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهما وترجع إليكم. فقالوا: من لنا بذلك؟ من يضمن لنا أن تعود؟ قال: أنا. فأطلقوها فذهبت وأرضعت خشفيها ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى البهائم والدواب تحبه وتجله وتحترمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أرضعت خشفيهما ثم خشفاها ثم عادت إليه فأوثقوها، فمر بهم صلى الله عليه وسلم، قال: أين صاحب هذه؟ فقالوا: نحن يا رسول الله. فقال: تبيعوني هذه، بيعوني إياها. فقالوا: هي لك يا رسول الله. فخلى سبيلها فانطلقت وعادت إلى خشفيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أكرم وأرحم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي، هذا حبيب، هذا الحبيب وهذا سيد الرسل، هذا الذي ملئت قلبي محبته، هذا الذي سهرت من أجله مقلي، هذا الذي شق إكراما له قمر لما أشار له في محفل حزن، هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه قد شفى عين الإمام علي، هذا الذي إن مشى في الرمل لا أثر يرى له ويرى في السهل والجبل، هذا الذي حن جذع لفرقته له أنين شبيه الوالد الثكل، هذا الذي جاء بئرا وهي مالحة ومج فيها فكان الماء كالعسل، هذا الذي ثار ماء في أصابعه أو من أصابعه مثل الزجاج حل الأنهار في السيل، هذا الذي إن دعا جاءت له شجر تجر أصلا لها سعيا على عجل، هذا الذي سبح الحصبة براحته والضب كلمه جهرا مع الجمل، هذا الذي شد من جوع به حجرا أكرم بمولا غدا بالسؤد مشتمل، هذا الذي راودته الشم من ذهب فردها وإلى دنياها لم تلن، هذا الذي راودته الشم من ذهب فردها وإلى دنياها لم يلن، صلى عليه إله العرش خالقنا بالليل والصبح والإبكار والأصل. هذا النبي التي تجرأت عليه امرأة فاسقة مغنية ألا قاتل الله، كلما سب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أيام ولعله بشهر أو أقل، أتابع على صفحات النت والإنترنت فإذا بامرأة خبيثة ملعونة تقول أن فلان الفلاني أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنتم تعلمون، ولا أريد أن أذكر الحاكم الذي ذكرته وتريد أن ترفعه وأذلة النبي، نبي الله مرفوع، نبي الله مرفوع ولا يحتاج إلى رفعة. هل يحتاج القمر يا عباد الله إلى وضوح؟ لو سترت القمر بألف ستر ما ستر، ولو ضربتم الشمس بالزجاج ألف ضربة ما انكسر. محمد الشمس بل هو أضوى من الشمس، محمد القمر أطهر وأنور من القمر، بل القمر يستمد نوره من نور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا لهؤلاء اتقوا الله فيه، لن نرضى بسبه ولن نرضى بشتمه ولن نرضى بأذيته صلى الله عليه وسلم. محمد أفضل من أمي وأبي، أفضل من دنياي، بل أفضل من نفسي التي بين جنبي.
محمد شافعي يوم القيام، محمد شافعي استد الزحام، محمد تدرون ماذا يحصل في العرش؟ يدلو من العرش صلى الله عليه وسلم، والناس فيهم وغم عظيم لا يعلم بذاك الغم إلا الله رب العالمين. محمد يدلو تحت العرش، محمد يسجد لله سجدة يشفع الله فينا عليه الصلاة والسلام. ثم يقول له الله إكراما لرسول الله: ارفع رأسك، ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. فيرفع رأسه ويلهم صلى الله عليه وسلم بتسابيح ما كان يقولها ولا يفقهها في الدنيا عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع لمن أراد له الله أن يشفع. رسموه وصوروه عليه الصلاة والسلام، وأتوا برجل صور رسوم متحركة، أتوا برجل عريان كتبوا هذا محمد، وصوروا امرأة عارية كتبوها عائشة. لا إله إلا الله، ما وجدوا غير النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجدوا غير المعصوم يسبوه ويشتموه. والله ما عرفوه، والله ما عرفوه، ولو عرفوه صلى الله عليه وسلم ما رسموه، والله ما عرفوه حق معرفة، ولا عرفوه حق معرفة عليه الصلاة والسلام. والله أني أدعو الله ليل نهار أن أراه في منام صلى الله عليه وسلم، يا ليته يأتيني في المنام ويبشره أنه يبشرني على أنه يحبني عليه الصلاة والسلام. أي شيء نريده بعد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أي شيء أريده بعد محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ملكت الدنيا وما فيها، لا أموال ولا عيال ولا كنوز ولا فضة ولا ذهب تعدل بمحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سعد بن الربيع يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويحضره نعله، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: سلني يا سعد، سلني أي شيء أدعو الله لك. ماذا يريد؟ لم يسأله أبيض ولا أصفر من متاع الدنيا الفاني، لا ذهب ولا فضة ولا قصر، ولو سأل لأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة من ربه يرزقه. قال: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة، أبغى بس أكون معك في الجنة، لا أريد مال ولا أريد عيال. سعد بن الربيع فقيه، فقيه دنيا، وما أدري أين سيكون مآلي، حتى وإن كان لا أدري أين سيكون مآلي، لكن ضمن ضمانة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سلني يا ربيع يا سعد. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وذاك يكون عنده يقول: يا رسول الله، والله أشتاق إليك وأنا بين يديك صلى الله عليه وسلم، معه يشتاق إلي، ماذا أقول؟ وما حالي وحالكم؟ وما قالي يا عباد الله وقالكم؟ يقول للنبي: أشتاق إليك وأنا معك. يقول: أهم هم إذا قمت من بين يديك إلى عيالي إلى عيالي وزوجتي؟ أهم. قال: فأتحيل الفرصة أنفتل من بين أيديهم ثم أعود إليك يا رسول الله. فبكى النبي وبكى الرجل، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن إلى أولئك رفيقا. ثم ربض النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على كتف الرجل وقال: أبشر فإنك مع من تحب. تحب محمد؟ تحب محمد؟
تريد أن تكون معه في الجنة اتبع، وإياك أن تبتدع. قسما برب التين والزيتون ومنزل الفرقان والماعون، قسما برب العاديات وبالضحى والكهف والإسراء وسورة نون، إن الخلائق دون هدي محمد عمي كعين ما لها من نون. اللهم احشرني والسامعين مع محمد، اللهم احشرني والسامعين مع محمد، اللهم أدخلنا الجنة والسامعين مع محمد. اللهم كما حرمتنا أن نراه في الدنيا فلا تحرمنا أن نراه في الأخرى. اللهم اجعلنا في معيته وأسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لقنا بحبيبنا، اللهم اجمعنا بحبيبنا، اللهم اجمعنا بحبيبنا، اللهم اجمعنا بحبيبنا، اللهم لقنا بخليلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتبعون سنته ويقتفون أثره ويمشون على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم أكسبنا رضاه يا رب العالمين، واجعله يا رب العالمين كما اشتاق إلينا نشتاق إليه كما كان اشتاق إلينا صلى الله عليه وسلم. اللهم كلما سب النبي عليه الصلاة والسلام فشل أركانه وحطم بنيانه وجمد الدم في عروقه، كل من أراد أن يكتب أو يشوه محمد عليه الصلاة والسلام اللهم عليك به من سابع السماء فإنه لا يعجزك. اللهم إنا نشهدك في عليائك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أحبنا كما أحببناه، وقربنا كما قربناه، وأعطنا ما نريد حتى نلقاك يا حميد يا مجيد. اللهم أسعدنا ولا تشقنا، اللهم ارحمنا، اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، اللهم وفقنا إلى كل خير، جنب عنا كل سوء وبلية، وأصلح لنا النية والذرية، واجعلنا من أتباع خير البرية، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إخواننا في دماج، اللهم وفق إخواننا في دماج، وفق إخواننا في دماج، وأعنهم على الملاعين يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين أجمعين، عليك بالحوثيين أجمعين، عليك بالملاعين الشيعة والرافضة يا رب العالمين. اللهم ما من رافضي إلا قسمته، ما من شيعي إلا حطمته، ما من حوثي إلا قسمته، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح حال المسلمين أجمعين، أصلح أحوال المسلمين، أصلحها في بلاد الشام. اللهم انصر أهل الشام، اللهم انصر أهل الشام، اللهم انصر أهل الشام، اللهم افتح لهم فتحا مبين، وأعنهم على الناصرية العلوية يا رب العالمين. يا رب وفق مصر الحبيبة الغالية، وفق مصر إلى ما تحب وترضى، ردها كما كانت يا رب العالمين، كما أثنيت عليها في الكتاب، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يا رب أكرم بلد الأمن والإيمان واليمن والإيمان، بلاد اليمن يا رب العالمين. يا رب رد اليمن إلى خير حال كما كانت في سبأ، إنك على كل شيء قدير. بلدة طيبة ورب غفور، أخرج خيراتها وكنوزها، ورد أهلها إلى كتابك وسنة نبيك. يا رب وفق بلاد الحرمين خاصة وسائر بلدان المسلمين، وفق ولي أمرها إلى ما تحب وترضى، ألهمه الرشد والتقوى، وأطلنا في عمره يا رب السماوات العلى. يا رب اجعل قلوبنا تخشى على بعضها يا رب العالمين، يرحم بعضنا بعضا ويخاف بعضنا على بعض، وأنزع من قلوبنا الشحناء والبغضاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الكريم الجليل يذكركم، واشكروه جل وعلا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.